اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله Everything About VMware في سفير 5.5. ان شاء الله النهارده هنتكلم في موضوع بسيط ما هوش كبير، لكن هو موضوع مهم وبيحل لك مشاكل كتير في الواقع العملي. احنا مثلا دلوقتي وصلنا في الكورس بتاعنا ان احنا سطبنا 2 SXI موجودين معانا وعملنا الفي سنتر، وبدينا دلوقتي ان احنا نقدر نكونكت على كل SXI لوحده او نقدر نكونكت عليهم الاثنين عن طريق الفي سنتر، سواء عن طريق الفي سفير كلاينت او عن طريق الويب كلاينت. كنا كريتنا مكان فيرتشوال وشوفنا ان احنا لو عايز تغير في اي سيتنج خاصه بمكان الفيرتشوال، ده يعتبر اللي احنا اتكلمنا فيه في الكورس لغايه دلوقتي. طيب احنا النهارده هنتكلم في نقطه جميله وسهله، اللي هي لو حضرتك دلوقتي سطبت مكان فيرتشوال على الاس 6 اي الاولاني، اللي هو مثلا في الحاله بتاعتنا على السيرفر اس 6 اي 101، ومثلا بعد فترة أنا عايز أنقل المكنة دي بكامل حالتها على الـ A6I التاني، على هوست تاني. فإزاي نعمل الموضوع ده؟ الفكرة دي عند فيموير ككونسبت بتتسمى Virtual Machine Cloning أو Cloning Virtual Machine. يعني كلون يعني يعتبر كوبي، استنساخ للمكنة الفيرتشوال، إن حضرتك بتاخد كوبي من المكنة الفيرتشوال اللي موجودة معانا على الـ A6I التاني. لازم نخلي بالنا إن هنا بناخد كوبي، لأن في حالات جايه هنتكلم ازاي تاخد قط للمكنه الفيرجن، حضرتك تنقل المكنه كامله، لكن احنا في حالتنا هنا هناخد نسخه من المكنه الفيرجن على هوست تاني عندنا. طيب لو تفتكروا حضراتكم قبل كده قلت لكم ان غالبيه التولز والفيتشر الموجوده في الفي سفير ما بتقدرش تستفاد منها الا في وجود الفي سنتر. الكلوننج دي من اول الفيتشر اللي ما تقدرش تظهر قدامك ولا تستفيد منها الا في حاله وجود الفي سنتر موجود معانا. ليه؟ احنا مثلا لو جينا في اللاب اللي موجود معانا هنا، دي المكنه اللي الويندوز 7 اللي مسطب عليها في سفير كلاينت وبنفتح بيها الويب كلاينت. لو احنا عملنا كونكت على الهوست بتاعنا اللي هو ال 101 وعندنا مكنه مثلا زي الاكس بي عايزين نعمل لها كلوننج على هوست تاني، لو احنا عملنا رايت كليك عليها مش هتلاقي خالص هنا في اي حاجه اسمها كلونينج، لكن لو احنا عملنا كونكت على الفي سنتر فهيبقى ظاهر بالنسبه لنا كل الهوستس اللي احنا ضايفينها في الفي سنتر. فلو احنا وقفنا على المكنه الفيرتشوال بتاعتنا دي مثلا هنلاقي عندنا حاجه اسمها كلونينج. يعني كنت اوريكم قبل كده الليسته دي، اول لما بيبقى عن طريق الفي سفير الفي سنتر بيبقى الليست كبير ليه حاجات زي الكلونينج دي تبقى موجوده معانا، الميجريشن، التمبلت، كل الحاجات دي ما تظهرش الا عن طريق الفي سنتر. ليه؟ لان هي منطقي ان احنا دلوقتي على الهوست اللي هو ال 101 انا عايز انقل المكنه دي، طب ايه اللي هيتحكم لي وينقل الموضوع وهيبقى يخليني اشوف كل الهوست اللي موجوده معايا؟ لا، الكلام ده مش هيتحقق معاك الا في وجود الفي سنتر. يبقى دي اول حاجه او اول تولز ما تقدرش تستعملها ولا تستفيد منها الا في وجود الفي سنتر. عشان كده قلنا الفي سنتر ما دام عندك اكتر من هوست يبقى لازم يكون موجود عندك. يبقى دي اول نقطه. احنا في السيناريو بتاعنا ده هنحاول ننقل مثلا المكنه اللي هي الاكس بي بتاعتنا على الهوست الثاني. طيب في بعض الحاجات اللي لازم تعرفها عن الكلوننج بوجه عام. الكلوننج احنا مثلا هننقل المكنه اللي هي هنا دي anyway ايه الاوبريتنج سيستم بتاعها. اول حاجه عندنا نعرفها ما يفرقش معانا المكنه دي شغاله او مطفيه، يعني المكنة دي بالفعل دلوقتي شغالة أو مطفية مش مشكلة، هي هتتنقل معانا. دي أول نقطة. تاني نقطة حضرتك تعرفها إن المكنة بتروح بيكون معمول لها شت داون، يعني المكنة هتروح بكامل السيتنج بتاعتها بكامل السايز الخاص بالهارد ديسك، الرامات، البروسيسور، الحاجات دي هي نفس نسخة طيب الأصل منها بتتنقل بس بتروح مطفية. وده شيء منطقي إن المكنة بتاعتك اللي شغالة ونقلناها هنا فهي بتتنقل بنفس الحالة بتاعتها. اوتوماتيك بعد ما تتنقل على طول وتشتغل هيحصل عندك كونفليكت، يعني اول حاجه كونفليكت في الاي بي والنيم بتاع المكنه، لان هيبقى عندك مكانتين بنفس الاسم، فهو منعا للمشكله دي المكنه دي بتروح مطفيه على طول. يبقى سواء المكنه شغاله مش شغاله هي بتروح مطفيه. طيب في حاجه ثانيه، الكلوننج مش ضروري تنقله لهوست ثاني، لا انا ممكن اعمل اخد نسخه من المكنه الفيرشوال دي على نفس الهوست بتاعي. اوكي، بس في الحاله دي طبعا هتغير اسم المكنه واحنا بننقلها، لان احنا بننقلها برضو بتعمل اسم عشان يبقى ايه، يبقى ما ينفعش يبقى في مكانتين على نفس الجهاز بنفس
على نفس الهوست بنفس الاس، وهي بالتالي برضو بتتنقل مطفية، بتعمل لها كوبي وهي بتتنقل مطفية، فبالتالي مش هيحصل اي كونفليكت عندك ولا حاجة. فيبقى دي بعض المعلومات الاساسية اللي حضرتك لازم تعرفها عن الكلون، عشان بعد كده هناخد بعض تولز تانية قريبة جدا من الكلوننج، فحضرتك تعرف تفرق بين الكلوننج والتولز التانية اللي موجودة معانا. طيب يبقى احنا دلوقتي تقدر تعمل كلوننج، المكنة شغالة من هنا كلون او اي مكنة مطفية مفيش مشكلة تعمل كلوننج. الجميل اللي في فيموير بتعمله ان هي برضو بتقول لك حضرتك دلوقتي هتنقل المكنة دي سواء على نفس الهوست او على هوست تاني، فهي في اخر الوزارد اللي هنشوفه ان هو بيعمل انه ممكن يقول لك ان انت لو عايز تغير في الرامات والبروسيسور والهارد ديسك ممكن نعدلك في الموضوع ده، وهي بتتنقل يعني بدل ما بعد ما تعمل لها كوبي ارجع اعمل على رايت كليك وادخل على السيتنج وابدا اعدل في الرامات بروسيسور هارد ديسك اضيف هارد ديسك اغير اي حاجه في الهاردوير، لا هو في اخر خطوه في عمليه الكلوننج بيسالك عن الموضوع ده. دي اول نقطه في الستيبس اللي بنعمل بيها الكلوننج، الكلام ده هنشوفه عملي دلوقتي. تاني حاجه برضو بيدعم ان انت تعملها ان هو ممكن تعمل حاجه اسمها كاستمايزيشن او فيرتشوال ماشين كاستمايزيشن، ان حضرتك تقدر تغير برضو في الحاجات اللي انا من شويه قلت لحضرتك عليها هو بينقلها مطفيه عشان ما يحصلش كونفليكت. بمعنى اساس المكنه دي لما تتنقل هتتنقل بنفس الاي بي، يعني احنا مثلا دلوقتي لما مدينها اي بي 192.168 مثلا 1.20 فهي تروح بنفس الاي بي لان هي رايحه مطفيه والسيتنج بتاعتها ثابته فيها مش هتتغير. النيم بتاعها نفس العمليه، الاس اي دي بتاعها عشان لو هي مايكروسوفت اوبريتنج سيستم، والناس اللي دارسه ام سي اس هتفهم يعني ايه اس اي دي اللي هو سكيور ايدنتيفاير. كل مكنه كل ويندوز بينزل لازم بيكون ليه سيريال خاص بيه كده. فممكن حضرتك وانت بتعمل في اخر خطوه في الكلوننج تغير في الخطوات دي، ان انت تعمل كاستمايزيشن للمكنه ان هي وهي بتتنقل هيتغير الاس اي دي بتاعها، هيتغير الاي بي بتاعها، هيتغير الاسم المكنه، الحاجات اللي هي ممكن تعمل لك مشاكل بعد كده. فده حسب السيناريو اللي انت مخطط المكنه تنقل ايه. السؤال اللي في ناس كتير هتساله، طب ايه فايده الكلوننج بوجع ام غير ان انا هنقلها من سيرفر للتاني؟ الكلوننج هتحل معاك مشكله في الانفايرمنت او في الداتا سنتر الصغيره. بمعنى غالبيه الناس ممكن يكون عندهم المكن الفيرتشوال موجود لوكال على الهارد ديسك اللي موجود هنا على الهوست الاولاني، تمام؟ فممكن كنوع من انواع الباك اب، لكن هي دي مش الفيتشر الاساسيه، انا بديك حاجه ممكن تعملها في الواقع العملي. انا عن نفسي بعمل كده كنوع من انواع الباك اب. بمعنى ان انا ممكن مثلا عندي مكان هنا الدومين كنترولر دي، انا ممكن كنوع من انواع الباك اب ان انا كل مثلا كام يوم او كل اسبوع زي ما البلان بتاعه الباك اب ان انا هعمل منها كلون، اخد منها نسخه طب الاصل على الهوست التاني. طيب ده هيفيدني في ايه؟ احنا ممكن في اي وقت الهوست الاولاني ده يحصل فيه مشكله في الهاردوير، الهارد ديسك يبوظ فبالتالي المكنه هتبوظ، فبدل ما يكون انت واخد باك اب من الـ الاكتيف دايركتوري داتابيز بتاعتك وتبدا تنزل اوبريتنج سيستم تاني وتنزل اكتيف دايركتوري وترجع الباك اب، لا ده انت هيكون عندك نسخه طب الاصل من المكنه موجوده النهارده، فبالتالي ممكن يكون في اختلاف شويه في الكام يوم بس هم الفرق، تقدر ترجع الباك اب بتاعك على طول، فالموضوع مش هياخد منك دقايق. وده عن تجربة انا بعمل كده والموضوع ده حل مشاكل كبيرة ليا. طبعا لو حضرتك موجود في شركة كبيرة وعندك اكسترنال ستورج مش هتحتاج الكلوننج بالشكل ده، لان الدنيا هتكون عندك ايه الهاردات مثلا والمكنة الفيرشوال ده كله اصلا هو موجود فين على اكسترنال ستورج برا، فبالتالي الموضوع هيكون مفيش مشكلة. والسيرفر ده حصل فيه مشكلة المكنة هيشتغل اصلا على طول على الهوست التاني، ودي اللي احنا هنشوفها بعد كده ككونسبت كبير في الكلاستر اسمه ال HA او الهاي افيلابيلتي. فممكن حضرتك في الشركات الصغيره لو عندك اثنين هوست وما عندكش اكسترنال ستورج تستعمل الموضوع ده، ان انت تاخد نسخه من المكن الفيرتشوال بتاعتك تتنقل على الهوست الثاني وهي بطبيعه الحال راح مطفيه، وقت ما يحصل عندك مشكله هنا رايت كليك على طول باور المكن اشتغل الدنيا عندك هتشتغل على طول، ترجع بس لو في فرق في الداتا بسيط الدنيا عندك تبقى شغال ستيبل، والموضوع ده جميل وعن تجربه حلل لي مشاكل كتير يعني. اوكي طيب احنا عايزين نبدا نشوف الموضوع ده بشكل عملي. احنا مثلا عندنا المكنه اللي هي الاكس بي، المكنه بتاعتنا شغاله، قلت لحضرتك مش هيفرق المكنه شغاله او مش شغاله تقدر تعمل لها كلوننج مفيش مشكله. طيب احنا هنقف ريد كليك عليها
ثواني اتحمل، واحنا هنشوف الطريقه بتاعتها عمليه الكلوننج على البي سفير كلاينت وعلى الويب كلاينت، هنشوف الاثنين عشان حضرتك تبقى تقدر سواء هتستعمل بالشكل ده او بالشكل ده، هي نفس الكونسبت بس اختلاف بسيط في المكان بتاع التولز بتاعتنا. فاحنا مثلا المكنه ده نقلها نقول له نعمل كلوننج. اول حاجه هيقول لك اسم المكنه ايه. هو بطبيعه الحال ما ينفعش يبقى نفس الاسم. ليه؟ لان لو تفتكروا لما احنا جينا نكريت مكن فيرتشوال قلت لحضراتكم الاسم بتاع المكنه ده والاسم اللي انت بتحطه هنا لو انت بتكريت مكنه فيرتشوال هو ده بيتكريت فولدر بالاسم ده في اللوكال ستورج اللي هو الداتا ستور بتاعتنا بالاسم ده. فبالتالي لو احنا مثلا هنسمي المكنه اكس بي داش اس بي 3 مثلا واحد هيحصل كونفليكت يقول لك لا ده الاسم ده اوريدي موجود ما ينفعش يتسمى، فبالتالي لازم تسميه اسم جديد، وده عشان ما يحصلش كونفليكت في الاسامي. وهو بالتالي لو الاسم نفس اسم شبه هو مش هيرضى يكمل. احنا مثلا هنقول له دي اكس بي مثلا داش 2 تمام. احنا عندنا دلوقتي على الداتا سنتر بتاعتنا اللي هي ايجيبت نعمل نيكست. هنا هيظهر لك كل الداتا كل الهوستس اللي عندنا كل الاس اكس اي اللي عندنا داخل الداتا سنتر بتاعت ايجيبت، فبالتالي تقدر تعمل عمليه الكلون ان انت تاخد نسخه من الفي ام بتاعتك دي تنقلها على هوست تاني. وهي عشان كده بسبب الخطوه دي لما بتكون بتكونكت على هوست لوحده زي ما كنا عاملين على 101 مش هتلاقي كلوننج، لان بعد ما يعمل هو مش شايف اصلا الهوست التانيين لان هو مش شايف داتا سنتر، فبالتالي لازم عن طريق البي سفير كلاين. هنا هتلاحظ زي ما قلت لحضرتك تقدر تنقلها على تاخد منها نسخه على نفس الاي 6 اي وقال لك فاليتيشن سكسيد ما فيش اي مشكله، وممكن تنقلها على هوست تاني، لكن هو الصح طبعا ان انت تنقلها على هوست تاني. لو في اي مشكله عندك هنا في الكومباتيبلتي او كده مش هيشتغل. نعمل نيكست. هنا بيقول لك هتحطها على انهي داتا ستور. طبعا احنا عندنا هنا ده اللي هو الهارد ديسك اللي موجود، احنا بنقول دلوقتي هتنقل على السيرفر اللي هو 102. احنا طبعا ما عندناش اللي هو لوكال هارد ديسك واحد اللي هو بالمساحه ديت والفري كذا. طبعا انت في الواقع العام ممكن يكون في اكتر من داتا ستور، ممكن يكون واحده لوكال وواحده مثلا لو في عندك اكسترنال ستورج سان او ناس فهتبقى موجوده. فبالتالي الخطوه دي مهمه ان هو بيخيرك هتنقل هتحطها على انهي داتا ستور. طبعا انت هتكون عامل البلان انا هنقلها على اللوكال ستورج او اكسترنال ستورج زي ما تحب مفيش اي مشكله. طبعا نفس العمليه لو مثلا المساحه مش كافيه او كده يديك هنا الفاليديشن نوت سكسيد، هنا مفيش مشكله المساحه كافيه فهيتنقل معاك. هنا في نقطه جميله جدا ودي حته ادفانسد شويه هتشوفوها هنا هتحسوا ان هي بسيطه لكنها بتحل مشكله كبيره قدام، يعني دي بتبقى في الحاجه في الكورسات الادفانسد شويه بس هنقولها برضو ان هي هتنقل الهارد بتاعك ده بالسيم فورمات از سورس. يعني ايه الهارد اللي احنا حاطينه هنا بطريقه الحال زي ما كنا واخدينه واحنا بنكريت فيرتشوال ماشين هو بيبقى يا اما ثين يا اما ثيك. ثين ان هو يعتبر لو احنا مثلا مدين الهارد ديسك بتاعه 100 فهو هيظهر فيه المساحات اللي واخدها بالفعل، يعني هو دلوقتي نازل اوبريتنج سيستم وحاطط الداتا واخد مثلا 50 جيجا فهو دلوقتي واخد اوريدي 50 جيجا بس مع ان هو يقدر يكبر لغايه ال 100، انما لو هو سيك واخد 100 جيجا خلاص هو ال 100 اتحجزوا له على الهارد حتى لو هو مستعمل منهم 50 بس. الخطوه دي مهمه بقى في ايه؟ ان هو دلوقتي بيقول لك اللي هو باي ديفولت هينقل لك بنفس الفورمات، يعني لو الهارد ده ثين هيتنقل ثين، ثيك هيتنقل ثيك. لا احنا ممكن هنا نقول له ايه؟ حول لي الهارد، يعني احنا مثلا في حالتنا ان الهارد ثين انا ممكن اقول له لا اعمله لي بقى ايه؟ سيك بقى سواء الايجر او الليزر زي ما احنا عايزين. طبعا احنا في حالتنا دي مش هنغير وقليل يعني لما حد يحتاج في الخطوه دي يغير، فدي الجزئيه بتاعت الهارد ديسك احنا هنقول له امشي بالسيم فورمات مفيش مشكله. نعمل نيكست. دي اخر خطوه وهنا بقى حته مهمه جدا عايزين نفهمها مع بعض. هنا بيقول لك في اختيار هنا وده اوبشنال ان هو بيقول لك بعد ما عمليه الكرييشن يعني بعد ما عمليه الكلوننج تنتهي حضرتك لو علمت كده المكنه دي هتشتغل. طبعا دي في حاله لو المكنه كانت مطفيه، لان لو هي شغاله وبعد ما تتنقل هتشتغل هيحصل طبعا عندك كونفليكت زي ما وضحنا من شويه، فعشان كده هو مش معلم لك على دي حته اوبشن. التلات خطوات دي ده اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه قلت لك ان انت ممكن هنا مثلا لو حضرتك عايز تغير في الهاردوير او تغير في المعلومات الخاصه بالاوبريتنج سيستم نفسه، هو باي ديفولت بتبقى مش يعني معموله دو نوت كاستمايز ان انت مش هتعدل في حاجه، المكنه هتتنقل بسيم كونفجريشن بتاعها مفيش اي مشكله. لكن هنا احنا عايزين دلوقتي مثلا نعدل في الـ في الـ في الـ في الاوبريتنج سيستم بتاعه من ناحيه ان هو نغير الاس اي دي، نغير الاي بي، نغير النيم، الحاجات دي. ف
فنقدر نعملها في الخطوه دي. لكن هنا هنلاقي ان هي باي ديفولت ديمد، ما هياش اكتف ان هي شغاله. طيب ازاي ناكتف الجزئيه دي تبقى شغاله، ان انا اقدر اعدل في المعلومات بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها، الاي بي نيم والاس اي دي وبعض المعلومات اللي احنا هنشوفها كيوزر نيم وباسورد. عشان تبقى دي شغاله، الناس اللي هم اشتغلوا على مايكروسوفت كان في حاجه اسمها سيس بريب، سيستم بريبريشن. والنقطه دي كانوا عارفينها لان المكن لو انت هتسطب مكن ريموتلي من نفس الايمج فكان هيحصل مشكله ان كل مكن هيروح بنفس الاي بي او بنفس النيم، فكنا بنحتاج نعمل سيستم بريبريشن ان ندي المكن لما يروح ياخد معلومات مختلفه عن بعض. فعلشان دي تبقى شغاله هنحتاج الملف اللي هو السيس بريب. اوكي، بنجيب الملف اللي هو السيس بريب، واقول لحضرتك هتجيبه منين، وهنحطه على الفي سنتر. كده الموضوع بدا يكبر معانا ومعلومات هتدخل في بعض. احنا دلوقتي يعتبر لو انت مش عايز تعدل في المكنه، كل اللي هتعمله حضرتك هتقول له نيكست. يعني احنا دلوقتي لو مش عايزين نعدل في المكنه ولا هنحتاج سيس بريب ولا الكلام ده، نرجع لها دلوقتي، خلاص هتقول له نيكست. ادى السامري بتاعك، المكنه السورس بتاعنا الاصلي بتاعنا اكس بي كذا، هتبقى اكس بي 2 في الداتا سنتر، هتروح كذا محطوطه على الداتا ستور، وكل المعلومات عادي مفيش اي مشكله. لو انت عايز تعدل في الهاردوير هتقول له ايديت هنا وهتعمل كونتينيو، هيفتح لك اللي هي مين، يعتبر زي ما تكون عامل هنا رايت كليك ايديت سيتنج وفتحت معاك، تقدر تعدل في الرامات في البروسيسور، تضيف سيدروم، تضيف هارد، تضيف كارت نتورك، فبالتالي هي لما تتنقل راحت بكونفجريشن جديده. لكن احنا مثلا هنا مش محتاجين نعدل، فخلاص هقول له مين فينش. بمجرد ما اعمل فينش هتبدا المكنه تتنقل معانا من الهوست الاولاني للهوست الثاني. احنا هنعمل دي ونخليها تنقل، وهشرح لحضراتكم ازاي جزئيه ان الحاجات اللي هي بتاعت الفيرشوال ماشين كاستمايزيشن ازاي تبقى اكتف ما هياش ديمد عشان نشغلها. فاحنا مثلا دلوقتي هقول له فينش، هنلاحظ حضرتك هتبدا تنقل المكنه هنا. هنا بيقول لك كولينج فيرشوال ماشين، التارجت بتاعك يعني ده السورس هتتنقل، هنا البيانات هتستارت امتى وهتنتهي امتى، ومين اليوزر اللي معمول اللي هو بدا يعمل عمليه الكولونج. طبعا هنا المكنه الفيرشوال ما هيش كبيره، يعني هو الهارد ديسك احنا كنا مدينه هارد صغير ونزل عليها اكس بي، مش واخد مساحه كبيره، مش هتاخد وقت كبير. لكن في الواقع العملي الموضوع ده بياخد وقت، فممكن يتقل النتورك عندك الكلام ده، فحضرتك تكون برضو مخطط الوقت الصح ان انت تعمل فيه عمليه الكلوننج. ليه؟ لان هو دلوقتي يعتبر بيكبر الهارد ديسك بتاعك. فشوف حضرتك لو هارد مثلا اوبريتنج سيستم ونزل عليه داتا مساحه مثلا 50 جيجا او 100 جيجا، بيتنقل من سيرفر للتاني على النتورك، فطبعا الموضوع هياخد وقت كبير وهيبقى الموضوع تقيل. لكن احنا بس دلوقتي لان المكنه بتاعتنا مش كبيره، فالموضوع مش هياخد وقت كبير. طيب على ما عمليه الكوبينج دي تشتغل، احنا عايزين نفهم النقطه بتاعه الكاستمايزيشن ديت هي معموله ديمد ليه. الموضوع بسيط جدا زي ما قلت لحضراتكم، احنا عايزين دلوقتي نجيب في ملف اسمه سيس بريب، وده بيكون مايكروسوفت هي اللي بتعمله علشان نقدر نعمل كاستمايزيشن في المكن الفيرتشوال وهي بتتنقل، يعني تروح بالمعلومات جديده ما يحصلش اي كونفليكت عندنا لو المكنه تشتغل على طول. طيب احنا زي ما شفنا ان في اخر خطوه الموضوع كان ديمد، عشان يبقى اكتف لازم تيجي على الفي سنتر بتاعنا، هذا الفي سنتر اللي هو اي بي 200، هتلاقي فيه السيس بريب ده، هتجيبه من على النت، هو الفايل ده بتسيرش على السايت بتاع مايكروسوفت، هو فري موجود اللي هو الديبلوي، هي حاجه اسمها ديبلوي، ده في الريموت انستليشن والسيستم بريبريشن بنحتاج الايه الفولدر ده، الناس بتوع مايكروسوفت هتلاقي عارفين الموضوع ده كويس، بتتشرح يعني في الريموت انستليشن. فالجزئيه بتاعت الديبلوي دي هتنزلها من على السايت بتاع مايكروسوفت او من سورس بتاع ويندوز سيرفر 2003 وتتعمل، هي مساحه ميجا و6 من 10 تقريبا، حاجه بسيطه جدا يعني. طيب احنا دلوقتي مثلا عملنا لها داونلود من على السايت الخاص بمايكروسوفت، كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحتاج اعمل لها اكستراكت. فين بقى؟ ناخد بالنا من الباص ده، دي المكنه اللي هي الفي سنتر الاي بي بتاعها 200، نفهم احنا هنحط الحاجه دي فين. هنفتح السي اليوزر، السي بروجرام داتا في ام وير،
هنلاقي عندنا في ام وير فيرتشوال سنتر. لما نفتح الفيرتشوال سنتر هنلاقي في عندنا فولدر اسمه سيس بريب، هو اوتوماتيك ده متكلم. لما تفتح السيس بريب هنا هتلاقي كل الاوبريتنج سيستم، ومشكله الكستمايزيشن ده ادخل بقى حضراتكم، هي بتظهر قوي في الاوبريتنج سيستم القديمه. يعني هتلاحظ ان انا مكريت لك فولدرات الاكس بي 32 اكس بي 64 سيرفر 2003 64 سيرفر 2003 32 و سيرفر 2000، يعني هي الحاجات القديمه بس. فانما الويندوزات السيرفر الجديد ما بتحتاجش موضوع السيس بريب، بيبقى ليه قصه ثانيه بتتعمل بيها. فاحنا دلوقتي عندنا مثلا هي المكنه اكس بي بتاعت 32، فاحنا الفولدر ده فاضي. بمجرد ما هتحط الفايل اللي هو السيس بريب هنا هتلاقي موضوع الكستمايزيشن ده بقى اكتف هناك. فالموضوع بكل بساطه انا هاخد هنا كوبي للديبلوي بتاعنا ده، هحطه في السيس بريب في الاكس بي لوبريك سيستم بتاعنا، وهقول له اكستراكت. هو بس احنا محتاجين هو الفايل اللي هو السيس بريب ده، تمام. الفايلات دي لا استخدامات ثانيه عند الناس بتوع مايكروسوفت. طيب خلاص كده احنا مش محتاجين حاجه ثانيه. المفروض لو جينا نعمل تاني كلوننج هتلاقي حضرتك ان اخر خطوه للكستمايزيشن بقت اكتف وبقت شغاله. طيب نجرب الكلام ده. احنا عندنا بالفعل المكنه بتاعتنا اشتغلت وخلاص اتعمل كلوننج، بقت موجوده هنا. طيب شوفوا حضراتكم، يعني احنا طبعا المكنه هنا من غير كستمايزيشن. المفروض لو احنا دخلنا على السيتنج هنا نشوف مثلا الرامات مدينا 500 جيجا، واحد بروسيسور، الهارد ديث الهارد ديسك ثين ومساحته 18 جيجا والكلام ده. لو احنا رحنا بصينا على المكنه اللي هي الاكس بي اللي اتنقلت على الهوست الثاني هتروح بنفس السيتنج. ليه؟ لان احنا ما غيرناش اي حاجه في الهاردوير بتاع 500 ميجا، واحد بروسيسور، هارد ديسك 18 جيجا ثين. اوكي، لو حضرتك كنت عايز تعدل الكلام ده لازم كنا نعمل في اخر خطوه اللي هي في الايديت هاردوير ونتعامل معاه. طب احنا دلوقتي بس عايزين نتاكد ان الخطوه بتاعه الكستمايزيشن بقت متاكتف. احنا طبعا مش هنعيد عمليه الكلوننج لكن هي خلاص هي اتنقلت، احنا بس عايزين نتاكد ان هي بقت شغاله. نفس الكلام يعتبر بنعيد برضو الخطوات ستيبس تاني كلوننج. اوكي، هنقول له مثلا لازم تعمل اسم تاني، هنقول له مثلا اكس بي داش 3 نفس الداتا سنتر بتاعتنا ايجيبت. هقول له حط على الهوست التاني مفيش مشكله، نيكست، امشي بنفس الفورمات مش هغير خالص. شوف حضراتكم بقت شغاله معانا مفيش اي مشكله. باي ديفولت زي ما قلت لحضراتكم هي بتكون معمول لها دونت كاستمايز، يعني هي مش هتغير، لان هو الاشهر دايما انت مش هتغير لما تيجي تنقل. هنا هنلاقي اتنين ويزارد، في حاجه اسمها كاستمايز يوزنج كاستمايزيشن ويزارد وفي اكزيستنج كاستمايزيشن سبيسيفيكيشن. الفرق بينهم بكل بساطه ان حضرتك بتكون عامل ملف كاستمايزيشن قبل كده وهو جاهز عندك، فبالتالي هتقول له اختار لي الملف الفلاني ونكست فينش، خلصت القصه، مش هنمشي في الخطوات الكامله بتاعت الوزارد. طب احنا مثلا لسه اول مره نعمل الكلام ده وما عندناش وزارد، مفيش مشكله، هقول لك لا احنا نعمل وزارد جديد خالص ويسالنا في كل الاسئله اللي احنا هنشوفها عشان نضغط عن اي حاجه فيها كونفليكت. يبقى احنا نعمل سيلكت وهنقول له نكست. بص الحاجات اللي هيسالك عليها هنا هي دي الخاصه بالسيت اب بتاع الويندوز اكس بي. يعني هنلاحظ هيسالك على النيم لو في لايسنس موجوده، التايم زون والنتورك، وكل الحاجات اللي هي العاديه اصلا اللي في السيت اب بتاع الويندوز اكس بي. يعني احنا مثلا هنقول له اورجنايزيشن، هنكتب اي حاجه نيكست. النت بايس نيم هنا هو هنا مقصود اللي هو الاسم بتاع المكنه. طبعا برضو للناس اللي هي دارسه مايكروسوفت هتفهم ايه الفرق بين النت بايس نيم والهوست نيم. طبعا النت بايس نيم بيكون 15 حرف بس، فهو بيقول لحد خلي بالك لو الاسم كبير وبيتنقل ده هيوصل لل 15 بس. احنا مش ضروري نغير هنا، ده حسب ما انت عايز بقى. طبعا لو الاثنين هيشتغلوا في نفس الوقت يبقى لازم تحط اسم جديد عشان ما يحصلش كونفليكت. انا هنا مثلا ايه مش هنقلها، احنا بنشوف بس الخطوات فبالتالي مش هنحتاج ايه موضوع اسامي. هنا البرودكت كي له عشان المكنه تبقى متاكتفه. طبعا الاكس بي كان في السيت اب بتاعه بيسالك على السي دي كي اللي انت هتحطه، فلو عندك انت هتحطه مفيش مشكله. اكتب له كده اي حاجه نيكست. هنا بيقول لك ايه باي ديفولت بيكون فيه اللي هو الادمنستريتور لو عايز تعمل له باسورد. لا انا مثلا هطلع له باسورد مفيش مشكله. نفس العمليه اللي هي الاوتوماتيك لوجن ان هو اول مره يدخل بدون ما يسالك على الباسورد، دي اللي هي الحاجات اللي كانت في السيت اب بتاع الاكس بي عادي. يعني هنا التايم زون التايم بتاعك هتحطه برضه.
هنا دي تعتبر حاجه اضافه، ان هو بيقول لك رن وانس، ان انت ممكن لو انت عايز في كوماند معين اول ما المكنه تشتغل تترن هتقوم كاتب الكوماند هنا وتضيفه لو في كوماند تاني وتالت. انا مثلا لو انت عايز المكنه اول ما تشتغل تكونكت على شير، حاجه اسمها ماب نتورك درايف، ان هو تشتغل يكونكت مثلا على سكان، يكونكت مثلا على فايل معين يعمل انستليشن لبعض البروجرام، فبيبقى الكوماند دي حاجه اوبشنال لو عايز تعملها او لا. الناس برضو زي ما هنرجع ونقول اللي درسوا السيس بريف فاهمين الخطوات دي. احنا مثلا مش عارفش اي كوماند عايزين نعمله هنقول له نيكست. هنا الجزئيه الخاصه بالنتورك اللي هي الخاصه بالاي بي اي، زي اللي يفتكر برضو سطب اكس بي، كان هو باي ديفولت بيبقى معمول تيبيكال. تيبيكال يعني ياخد الاوبتين اي بي ادريس، يعني هياخد من الدي اتش بي دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. فبالتالي مش لو حضرتك عايز الدي اتش بي هتختار كده، لو اخترت كاستم خلاص هنعمل نيكست. فبالتالي هيفتح لك بقى خطوه جديده، هيقول لك يديني الاي بي والسبنت ماسك والديفولت جيت واي والدي ان اس والمعلومات بتاعتنا زي ما حضرتك تحب. انا اقول له تيبيكال مش محتاجينها. هنا هيقول لك ورك جروب ولا دومين، هو باي ديفولت بيكون جوين ورك جروب. انا ممكن لو عندي دومين وعايز يبقى هي في نفس الخط والمكان لما اشتغلت جوين دومين مفيش مشكله، هتدي له الدومين وتدي له اليوزر نيم والباسورد دي الخاصه بالادمنستريتور دومين ادمن. انا اقول له ورك جروب مش محتاجينها جوين. نيكست. هنا اهم حاجه خطوه عندنا بقى واللي هي الاس اي دي اللي هي سكيورت ايدنتيفاير. زي ما قلت لحضرتك كل مكنه بتشتغل عندك بيكون ليها اس اي دي سكيورت ايدنتيفاير. دي بتكون مهمه جدا لما يكون عندك دومين. لو في بقى اكتر من مكنه بنفس الاس اي دي هيبدا يحصل عندك مشكله في المكنه ديت في جوين دومين في الكلام ده، فانت هتقول له ابدا غير لي الاس اي دي بتاع المكنه. طبعا لو المكنه حضرتك كنت بعد ما نقلتها وعايز تغير الاس اي دي ممكن تنزل التولز دي لوحدها، حاجه اسمها نيو اس اي دي من على مايكروسوفت سايت، وتبدا تعمل له جنريت للاس اي دي. هنا هتقول له جنريت للاس اي دي يبدا يشتغل معاك. اوكي نيكست. لو في بعض الكاستمايزيشن للسبيسيفيكيشن يوزر عايز تعملها تانية بتاع هنا اوكي. الخطوه دي كمان وظيفتها ايه؟ لو حضرتك عايز تحفظ الكاستمايزيشن اللي احنا عاملاه ده عشان لما نيجي نعمل لمكنه تانية نستعمله، مش كل مره همشي في الوزر وابدا اعيد نفس الخطوات، ده عمليه راجعه بالنسبه لك. انا لو قلت له سيف هتديت له سيف الاسم وهيتحفظ عندك، فبالتالي لما اجي اعمل الكاستمايزيشن في الحاله دي اقول له اكزيستنج كاستمايزيشن ويزرد، يعني ايه امشي في الكاستمايزيشن اللي موجود مش هعمل نيو كاستمايزيشن. انا في حالتنا دي لا مش هقول له ما تسيفوش تمام، وهقول له نيكست. خلاص ده اللي احنا عملناه، الاونر نيم اتعمل، الكمبيوتر نيم هيبقى اسك يوزر نت ده تعمله في الويزرد، اللايسنس الحاجات دي كل المعلومات اللي احنا حطيناها، والاس اي دي هو هيعمل الاس اي دي جديد. خلاص نعمل فينش. هنا دلوقتي بس عايز ايه الاسم بتاع المكنه اللي احنا قلنا له اعملها نيكست. خلاص كده رجعنا تاني لعمليه الكلوننج. في الحاله ديت هو يعتبر احنا عملنا كلوننج وقلنا له بص على الكاستمايزيشن ان انت خد المعلومات منه ما تنقلش المكنه بنفس الاوبريتنج سيستم بتاعها، لا اغير شويه في النيم مثلا لو انت كنت غيرت في الاي بي في الاس اي دي الحاجات دي تعمل. وهنا الخطوه الخاصه بيه لو انت عايز تغير في الهاردوير هتعمل عليها هتبقى كونتينيو وتغير، لكن احنا في حالتنا دي مش عايزين نغير. فاول ما اقول له فينش هيبدا يعمل الكلوننج، لكن انا مش هعمل فينش عشان ما يبداش ينقل تاني ويتقل الموضوع. يبقى هي ديت الفكره بتاعت الكستمايزيشن، ان احنا دلوقتي الموضوع بكل بساطه لما بدينا نعمل كلوننج تاني اهوت الخطوات، نعمل نيكست، اديله المكنه التانيه، نعمل نيكست، انا امشي بنفس السين بتاع الفورمات بتاع الهارد ديسك اللي هو سين او سيك، هو سين هيتنقل سيك. هنا بقى ديت متاكتفه ليه؟ لان احنا حطينا السيس بريب في الفولدر الخاص بالمكنه الاكس بي على الفي سنتر، فبالتالي بقت شغاله. هنا يوز الكاستمايزيشن يوزر ده هيسالنا على كل الاسئله الخاصه بالاوبريتنج سيستم، والاسئله اللي بيسالها لي ديت راجعه للاوبريتنج سيستم بتاعك ايه، بتختلف من اوبريتنج سيستم للتاني. لو احنا كنا مسيفين الوزر ده او احنا مكريتينه من قبل كده تقدر حضرتك تعمل له سيلكت من هنا وتشتغل عليه بدل ما يسالك في نفس الخطوات. اوكي يبقى هي ديت عمليه الكلوننج. احنا بقى عايزين نتاكد من حاجه برضو، احنا مثلا المكنه الاكس بي بتاعتنا دي موجوده على 101، لو احنا فتحنا 102 احنا المكنه اكس بي 2 دي اللي احنا نقلناها. فلو جينا هنا مثلا في السمري وجينا في داتا ستور بتاعتنا اللي هي الهارد ديسك اللوكال اللي نقلنا عليه وعملنا براوز، هنلاقي كاريت فولدر جديد باسم جديد
اللي هو الاسم بتاعنا اللي احنا نقلنا على اساسه. عشان كده قلت لحضرتك لازم يكون الاسم مختلف، لان مثلا انا ممكن المشكله دي تقابلني لو عامل كلوننج على نفس الهوست وقلت له برضه سميه اكس بي داش اس بي 3 مثلا واحد، فهو لما يجي يفتح لما يجي يبص على الداتا ستور بتاعته يقول لك لا ده انا عندي الفولدر ده بتكريت موجود. فبالتالي تخلي بالكم ان الاسم اللي هو بنحطه في نيو كلوننج هو بيبقى مكتوب باي ديفولت نيو فيرجن ماشين، لازم ما يكونش متكرر عشان يحصل فيه مشكله في الهارد، مش هيكمل البوزر ده بوجع. اوكي طيب نقطه اخيره قبل ما ننهي الكلام ده على الفيسفير كلاينت ونشوف على الويب كلاينت معمول ازاي. احنا دلوقتي في الخطوه الاخيره بتاعت الكاستمايزيشن ويزارد ده. افرض حضرتك دلوقتي انا عايز اشوف ايه الويزارد اللي موجود عندي او الكاستمايزيشن ويزارد اللي موجود عندي قبل ما افتح قبل ما ابدا اعمل الكلونج. انت عشان تلاقي المكان بتاعها الموضوع بسيط، لو احنا عملنا هوم كده نرجع تاني احنا فين ادي احنا واقفين دلوقتي على الهوستس بتوعنا. لو عملنا هوم هتلاقي حضرتك في حاجه اسمها كاستمايزيشن هنا. لما تفتح دي لو انت في اي كاستمايزيشن حافظه هيبقى موجود هنا، او انا ممكن من هنا ابدا اجهز لنفسي كاستمايزيشن ويزارد عشان لما المكنه الفيرتشوال اعمل لها كلوننج الاقيها على طول. بمعنى ان انا ممكن اقول له هنا نيو كاستمايزيشن ويزارد هيبدا يسالني هنا الخطوات واسيبها لما اعمل المكنه كلوننج الاقيها موجوده، يعني هنا بالعكس. اوكي يعني هنا الموضوع بالعكس موجود معانا. اوكي طيب فاحنا دلوقتي ممكن هنا نكريت الويزارد بتاعنا ده المكنه بتاعتنا لما بعمل الكلوننج الاقيه موجود على طول بدل ما اعمله. طيب لما بتكريت هنا هو الاختلاف بس ان هو في خطوه زياده ان هو هيسالك الكاستمايزيشن ويزارد ده هيبقى موجود ل ويندوز اوبريتنج سيستم ولا لينكس. فبالتالي مثلا انا هقول له هنشتغل على لينكس وهتبدا هسميه مثلا اي حاجه موجود معانا واعمل نيكست، هيبدا يسالك في نفس الخطوات الاسم بتاع المكنه. يعني احنا ممكن نعمله عشان تيست كده، ده اللي هو الاورجنايزيشن نيم. هنا النيم هنسمي المكنه مثلا كده البرودكت كي، احنا بنتست الباسورد لو عايز له باسورد نيم مفيش كوماند عندنا اللي خلي الاي بي هات زي ما دي اتش سي بي ورك ادجوين ورك جروب وتغير الاس اي دي وفينش. ادينا احنا عملنا دلوقتي يعتبر ايه كاستمايزيشن سبيسيفيكيشن كده جاهزه عندنا، اي وقت اجي اعمل كلوننج الفيرتشوال ماشين هلاقيها موجوده عندنا. طب احنا لو جربنا الكلام ده ادا الكلاستر عندنا الهوستس عندنا، لو جيت اعمل كلون للمكنه الفيرتشوال سميها مثلا اي حاجه واقول له انقل، احنا بس عايزين نشوف ان فعلا هو شايف له. هقول له هنا بقى لو قلت له كاستمايزيشن وزر كده هبدا اعمل واحد جديد، لا انا هقول له اكزيستنج كاستمايزيشن سبيسيفيكيشن. اهو لقينا مين الويزارد بتاعنا مش هنحتاج نمشي فيه، هو خلاص في كاستمايزيشن موجود معانا في كاستمايزيشن سبيسيفيكيشن مانجر. فبالتالي موجود انا بقول لك ده اوبريتنج سيستم، لو انت مكريت 1 و2 و3 و10 خلاص هو موجود وتقدر في الحاله دي هتعمل نيكست مش هيسال خلاص هو امبورت فيها على طول. فبالتالي نعمل فينش هيبدا يعمل كلوننج وياخد المعلومات من السبيسيفيكيشن كاستمايزيشن سبيسيفيكيشن فايل اللي احنا حاطينه. اوكي فحته الكاستمايزيشن دي مهمه وهنحتاجها من وقت للتاني كده في تراك بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي شفنا الكلام ده لو بتعمل عمليه الكلوننج من الفيسفير كلاينت. على فكره هو ده يعتبر كل اللي في في الكلوننج، هو ما فيهوش لعبه كتير وما فيهوش فن كتير. طيب احنا بقى لو عايزين نشوف الكلام ده على الفيسفير ويب كلاينت هو نفس الفكره. ادا مثلا الفيسفير ويب كلاينت فتحناه زي ما احنا شفنا في الشرح بتاع الفيسفير ويب كلاينت تفتحه ازاي. ادا الهوست كلاستر اللي معانا ادا موجود نفس العمليه عندنا هوست 101 و102. لو حضرتك عايز تنقل المكنه الفيرتشوال مفيش اي مشكله، هتعمل رايت كليك. الاختلاف بس هنا هو مش كاتب لك كلوننج بس، هو في هتلاقي عندك اتنين كلون. اللي احنا عايزينها الكلوننج اللي احنا بنشرحها على الارض اللي هي الكلون تو فيرتشوال ماشين، يعني انت هتنقل المكنه كفيرتشوال ماشين، لان في كلون تو تمبلت ده هناخدها المره الجايه وهنفهم ايه الفرق بينهم. يعني هنا هتحس ان الموضوع فيه لبس شويه لكن هو الموضوع بسيط. عايز تعمل لها كلوننج المكنه فيرتشوال دي تروح كمكنه فيرتشوال هناك وهتروح مطفيه وبنفس الكونسبت اللي احنا شرحناه من شويه، خلاص هتقول له كلون تو فيرتشوال ماشين. هيمشي في نفس هيسالك في نفس الاسئله اللي احنا عملناها هناك، هيقول لك المكنه الاسم بتاعها ايه؟ اكس بي مثلا 4 الديت سنتر بتاعتنا نيكست، هيديك الهوستس اللي هو قاريها. انا ممكن اقول له عايز على نفس الهوست ولا على هوست تاني مفيش اي مشكله على اي واحد، خلاص هو قال لك ايه
وده مسكسيد يبقى فيه مساحة ومفيش مشكلة. نيكست. نفس الخطوة الهارد ديسك بتاعك عشان لو انت عندك اكتر من داتا ستور موجودة عندك يظهرها لك، وهتاخده نفس الفورمات ولا هتغير فيه، هنعمله هو هو. نيكست، وده الكاستمايزيشن بتاعنا ظهر. وخلي بال حضراتكم هنا نفس العملية ونفس الفكرة اللي هناك، لو ما انتش حاطط السيسبريب في الفولدر بتاع الاوبريتنج سيستم كي اكس بي في على المكنة اللي هي الفي سنتر بتاعتك، دي كانت هتبقى ديمت ومش هتبقى شغالة. الاختلاف البسيط بس هنا ان كاستمايزيشن اوبريتنج سيستم دي اللي هي الكاستمايزيشن اللي احنا شفناه هناك، الكاستمايز فيرتشوال ماشين هاردوير هي دي اللي كنا بعد ما نعمل كاستمايز تلاقي في الاخر تحت هنا يقول لك ايه اديت فيرتشوال ماشين سيتنج، دي عشان لو انت عايز تغير في البروسيسور، الرامات، الهارد ديسك، تضيف هارد ديسك، تغير في الحاجات دي، يعني اللي هي في الاديت سيتنج بتاع المكنه الفيرتشوال ان هي تروح متغيره. اوكي، هو بس الفكره ان هو هنا جمع لك الاثنين مع بعض. طبعا انت لو قلت له كاستمايز فيرتشوال ماشين وعملنا نيكست هيسالك انت عندك، يعني هنا بقى جاب لك ايه؟ قال لك اه انت خلي بالك انت عندك هنا عامل ملف كاستمايزيشن قبل كده عايز تشتغل بيه، ولا لو احنا عملنا هنا دي كده هتمشي في الويزرد. شوف بقى نعمل ايه؟ مشي في الويزرد وهيبدا يسالك في الخطوات جديده، هو الشكل مختلف لحد ما. اه قال لك انت هنا بقى خلاص انت دلوقتي بتعمل لوينز اوبريتنج سيستم، انت بتكريت فايل كاستمايزيشن جديد، وهيبدا يمشي بقى معاك في الخطوات. اهي هي نفس العمليه، ريجستريشن، الكمبيوتر نيم، اللايسنس اللي موجوده، الباسورد، تايم زون، والحاجات دي، وهتبدا تمشي وهتسيف معاك. فيبقى نخلي بالنا الموضوع ده، هي بس النقطه الفرق بين الفيسفير كلاينت والويب كلاينت هو اختلاف في اخر خطوه في حته الكاستمايزيشن. هو ممكن هو اوتوماتيك على طول رنه، لا واحده هنا كاستمايزيشن فايل بيقول لك عايز تاخدها او تكريت واحده جديده. لو رجعنا باك ان احنا مش عايزين نغير في الاوبريتنج سيستم بتاعنا، لو انت عايز تغير في الهاردوير، لو انا قلت له علم لي كده واعمل نيكست هيفتح لي اللي هو الايديت سيتنج الخاص بالمكنه الفيرشوال. نفس الكونسبت مفيش اي مشكله، هو الاختلاف البسيط في الشكل. قد عندنا السي بي يو بتاعنا واحد سي بي يو، الرامات 500، الهارد ديسك 18 جيجا، هو معمول له سن. لو فتحت هنا عايز تعرف سن او سيك هتفتح دي، هيبدا يظهر معاك ادا ثين بروفيجن موجود معاك، و السي دي الكارت نذكر. لو انت عايز نيو ديفايس، يعني انت عايز تضيف حاجه جديده، تختار الديفايس اللي انت عايز تضيفه. عايز تضيف نيو هارد ديسك تكبر في الهارد ديسك، تضيف سيد روم، تضيف نتورك، اي حاجه هتسلكت اللي انت عايز تعمله وتعمل اد وهتضيفه. فبالتالي تبقى عدلت في السيتنج الخاصه بالفيرتشوال ماشين نفسها، فبالتالي المكنه هتروح هناك بدل ما واخده مثلا رام 512 ميجا مثلا هتروح بواحد جيجا 2 جيجا زي ما انت تعدلها. تالت حاجه عندنا ان انت المكنه بتاعتك هنا هتروح، لو انت عايز تروح بعد ما تتنقل تشتغل اوتوماتيك على طول ما تحتاجش تعمل لها بورن مانوال، هتعلم على دي. لكن طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ما تعلمش على دي الا لو المكنه الاصليه مطفيه او انت غيرت في الاوبريتنج سيستم نفسه، غيرت ال النيم والاي بي والمعلومات الخاصه بالاوبريتنج سيستم جوه عشان ما يبداش يعمل عندك كونفليكت ويعمل مشكله في النتورك معاك. يبقى هي ديت نفس الفكره بتاعه الكلوننج. الكلوننج من الفيسفير كلاينت هو نفس الفيسفير كلاينت، اختلاف بسيط جدا بس ما فيهوش اي فيتشر زياده. فبالتالي حضرتك في اي وقت لو عايز تنقل اي مكنه فيرتشوال عندك رايت كليك وتقول له كلون تو فيرتشوال ماشين، المكنه بتاعتك تبدا تتعمل لها كلوننج، يعني تتنقل على الهوست الثاني اللي انت تعمل سيلكت عليه او على نفس الهوست، مفيش اي مشكله. نقطة أخيرة، في سؤال دايما هيتقال، هو المكنة الفيرتشوال دلوقتي لو بتنقلها والمكنة شغالة إيه اللي بيحصل؟ حتى السؤال ده حد سأله لي زمان في انترفيو. بمعنى إيه؟ المكنة لما تتنقل، إحنا مثلا دلوقتي بننقلها المكنة دي شغالة، يعني ممكن ده المكنة دي تكون داتا بيز موجودة، فبالتالي عادي يتكتب ميل سيرفر وميلات داخلة وخارجة. فإيه القصة اللي بتحصل؟ هو هيتنقل بانهي حاله؟ يعني احنا مثلا دلوقتي المكنه شغاله وقاعدين نضيف فيها داتابيز، طب ايه اللي هيحصل فيها؟ اول ما حضرتك بتبدا تعمل الكلوننج وتبدا تمشي في الخطوات، وفي اخر خطوه ان انت بتعمل فينش يعني هو ستارت، قبل ما يبدا يعمل عمليه الكلوننج بيعمل سناب شوت. يعني ايه سناب شوت؟ ان هو بينقل المكنه الفيرتشوال بتاعتك دي بياخد سناب شوت منها، يعني بيوقف الحاله عند وقت معين اللي هو اللي انت بدا يعمل فايل ستارت
الكلونينج يعني مثلا احنا دلوقتي بننقل الوقت مثلا الساعة 3 مثلا، خلاص هو في الوقت ده بيعمل سناب شوت للمكنة ان هي كأنها واقفة عند الوقت ده، تتنقل منها نسخة كده لوكال على الهارد اللي موجود، وهي دي اللي بيبدأ يتعمل كلونينج، والنسخة الأصلية شغالة. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ أي تعديلات مش هتظهر في المكنة الجديدة اللي اتنقلت. يعني احنا بعد هناخد كمان مرة أو مرتين كده ايه السناب شوت. السناب شوت اللي هو بيوقف لك المكنة عند ليميت معين وبتبدأ ينقلها او بيوقفها. احنا هنا بقى بعد ما يوقفها هو بيبدا يعمل كوبي عند على الهوست التاني او على نفس الهوست. فبالتالي لازم هو يعمل السناب شوت الاول علشان ما يضرش المكنه الاصليه اللي شغاله. يعني اي حد شغال عليها خلاص بيكونكت عليها على شغال اي سيرفيس داتا بيز الكلام ده، مفيش اي مشكله ان مفيش حد عندك في النتورك هيحس خالص ان في مكنه بتتنقل ولا الكلام ده. لا لا عادي خالص مفيش اي مشكله. سناب شوت هو بيوقف بياخد نسخه من المكنه، وقفت الشغل الاساسي بتاعك شغال، وهي عند الوقت اللي انت بديت تعمل فيها ستارت كلوننج بتتنقل بنفس الحاله بتاعتها. يبقى هو ده فكره الكلوننج بتاعنا. هو موضوع بسيط ما فيهوش شغل كتير خالص. يبقى الكلوننج عندنا ان حضرتك عايز تنقل مكنه فيرتشوال من هوست للتاني بنفس الحاله بتاعتها. لو حضرتك عايز تغير في بعض السيتنج بتاعتها في الهاردوير تقدر تغيره، عايز تغير في بعض السيتنج الخاصه بالاوبريتنج سيستم من ناحيه الاي بي نيم تكتبها تاني الكلام ده تقدر تغيرها، لكن دي هتحتاج منك خطوه ان انت تحط السيس بريب اللي هو الفايل السيس بريب ده على الفي سنتر نفسه. عشان كده قلنا ان ما ينفعش تعمل الكلوننج ده بدون الفي سنتر. اتمنى الموضوع يكون واضح لحضراتكم، ولو في اي استفسار موجود معاكم على فيسبوك على ايت سورس. شكرا لكم.